السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين مزيانين وعلى خير. ما تنساوش خليو لايك بعدا وسبسكرايب لاشين وخليكم مع هذه المقدمه باش تفهموا حسن الموضوع واخا هو باين من العنوان. تغدرت من صحابي وتغدرت من اقرب الناس ليا. تعرف شكون بغي؟ وكتب بغي حتى الى الدوك وقلت لك تنسي شنو الحق هذيك الهضره. بغيت نقول لكم كاملين الحقيقه كامله لما تعرف حتى واحد. ما عرفتش كيفاش خطط هاد الولاد الفيلم كامل النهار تعرف عليك، هو النهار الاول كيفاش خلاني نبغيه. فانا لك انتوما باطرونين، انا باطرون عليكم، انا نلعبكم على طبع. ردي يد هاتي، هذا عار هذا عار، ردي يد هاتي، هذا عار هذا عار، ردي يد هاتي، هذا عار. يوجدوا راسكم، اقسم بجلالة الرحمن الى سكت على حقي. صراحة الحلم ديال آية تحقق، وغادي تسولوا اين حلم هو هذا. دازي ردي لي ديالي، هذا عار هذا عار، ردي لي يد هذي، هذا عار هذا عار، ردي لي يد هذي، هذا عار. بزاف ديال الاحداث صرا من مور معلن رضا الانفصال ديالو على الخطيبه ديالو ايا حتى هي ما سكتاتش، رضا حتى هو ما سكتش. خرج بواحد الفيديو كيوصي الناس ما خصهمش يرتبطوا بصحاب السوشيال ميديا، وسمعوا شنو قال. اللي بغى يتزوج نوصيكم وياكم 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 وتم وياكم وتم وياكم وتم وياكم تزوجوا من السوشيال ميديا ولا شي واحد معاك. راه نصابين، ما كاين صحاب، ما كاين حتى واحد، كلشي تيقلب على التفاعل وعلى البوز. غنكد نجيكم من الاخر، راه صحاب السوشيال ميديا المؤثرين وهاد اليوتيوبرز وهادو كاملين عامة راه النفاق. شتي انا هذيك آية الا كنت متافق معاها والله يشتانطي، تا هذيك السيدة صافي كره دير ما وبيا ولا بيها. من موراها آية كردت ليه، ولا اصلا آية مالفة كدير لي لايف تيك توك كتهضر مع المتتبعين ديالها غادي تقول هادشي. فيلم عيني انا خاصني ندخل منها الفلوس، فيلم عيني انا خاصني نصور فيها في الادسنس، خاصني نصور في يوتيوب ياكم. فيلم يعني انا خاصني انا نصور في يوتيوب، قولوا لا باش ندخل تاني الفلوس ديال الادسنس. ايوا لا عاود حتى شي فيديو في يوتيوب على داك الموضوع الله يرزي في امي. الا عاود دويت على داك الموضوع في شي فيديو وغتعرفوا شكون اللي باغي البوز، شكون اللي داير فيلم، شكون اللي ما داير، غادي تعرفوا. حيت انا ما دايره لا فيلم لا جوج، انا ما دايره حتى شي حاجه. راه غتشوفوا بلي انا ما غنهضرش على داك الى موضوع، غتشوفوا بلي انا ما غنهضرش في داك السوجي كاع، ما غنعاودش نهضر فيه كاع بتاتا، ما غنعاودش نهضر فيه. وغتعرفوا بلي انا ما باغاش فلوس، غتعرفوا. وتفعلوا في ستوري انستغرام، هنا في الفيديوهات في تيك توك، نتوما بقاو تسولوا، الا بغيتوا تضيعوا جهدكم بقاو تسولوا. انا ما غنجاوبش، انا ما غنجاوب حتى شي حد، فهمتوا؟ ما غنزيدش ندوي عليه، وما غنزيدش ندوي في ما نزيد ندوي في حتى شي حاجه، حيت انا ما ناقصني مشاهدات، ما ناقصني تفاعل، ما ناقصني فلوس. حلفي بالله، قسما بالله ما نعاود ندوي في داكشي. انا قسمت لكم بالله، اقسم لكم برب الكعبه ما نعاود نهضر في داكشي، والله يجعلو يقول لي يقول. ولكن الحاجه اللي اكسترا اوردينير يعني ماشي نورمال هي تدخل الاخ ديال ايه في هادشي. غادي يدير لايف، ولكن لايف ما كانش عادي، كان مع كينيتا اللي حتى هي واحد المشهوره في تيك توك، وغادي يقول لها بلي دارنا كيعاملوني خايب. شوفوا لي ديتاي. كتحامي عليا من الاول، عرفتي ما كاينش كدير لي بحال كتقد فيك وقلت شي مره مريضه فراسك، راه انا اللي ولدك وكتبقى تحامي عليه. وفا صدق من بدا يعيط بدا يعيط، هو الاول ما خلى بها اللي نصح. قلت يلاه سد جدي الهضره، نتيني الفرصه انني نخرج من المغرب ونسمح في هذا الدار، نسحب كل ما نملك باش ما نبقاش في كاع دار ما نبقاش حتى شي واحد باش نخرج، لان الخير ما كاينش. انا عايش بوحدي ما غير كنحس بالشمس، تنحس بلي انا عطيت ما عرفتش كيف حال لي ضيعت وقتي. انا دارنا في الاول ما كانش عندهم مصيب غير، وانا اللي تشهرت وليت كندير فيديوهات ديال الضحك وداكشي باش نشهر دارنا وداكشي ونقدم ونكثر مصيب. كنا عايشين في واحد الفقر مبقع من دارنا من فهمتي في الراحه. المهم بدلت دارنا المعيشه ولات عندنا الطوموبيل ولات عايش باخا، وشهرت اختي وداكشي، وماما حاولت ماما ولات تجري للدار اللي بغات هادشي اونفو، ولات تقول لي واش لا ما كنتي كدير هادشي بزاف حوايج العيال. المهم بزاف ديال الهضره ضراتني في خاطري وما خلاو فيا، فهمتي كنا كنبداو نتناقشوا كنبداو يجبدوا لي هادشي اللي انا كندير كنت مروح
ضروري كان زعما كنش زعما انا شو اجبها بلي انا كتفهمتها المهم بزاف ديال الهضره عيط ما نقولها بلي انا راه ندير لي ترتر باش نلقاتكم وداك الشيء مي فريمون شي شي درنا في خاطري ديال بصح ومالك غير باقي كنبغي عيط ما بغيتش واحد يجبدهم بالخايف فهمتي واختي براسها دابا النهار اللي جوا كتشوف شي فرصه انها تقدر تكون فيها فرصه انها تلقى فيها راحتها وتقدر تلقى فيها فلوس بيان سور ما غادي تسمح فيا وتخليني فهمتي يعني شحال مره كنطيح في لاميرد ملي كنجي عندها كتبقى تعاملني بحال شي كلب فريمون انا خوها كنت كتحترمني قبل ما يكون عندها الفلوس ما كتفرش ليا انا الحوايج وانا كندير لها الشوبينغ وكنخرج كنخسر 300 الاورو 200 الاورو فريمون انت تبان كتهضر ما بالك والو كاين انا كنت نخدم عليها بزاف باش ندير لها الشوبينغ وشري لها حوايج كيف ما سمعتوا كيقول هو ما كراش انه يخرج من البلاد ويسمح في كل شيء على جال ديك المعامله اللي ماشي زينه كيف ما قال من موراها غادي يدوز واحد الايامات وغادي عاوتاني كيطلع بواحد الفيديو ولكن ما غاديش يكون عادي غادي يعترف انه هو اللي كان سبب باش تعرف رضا وايا تخيل خوتي من البارح ما دانيش النعاس السوشيال ميديا دابا واحد الان عارفين باش عامره داك السيد اللي كنا نهار تيدير عندنا فيديو النهار الاول عايرنا النهار الثاني عايرنا كنقولوا ما نجاوبوش ماشي حيت خايفين منه مي انا كنقولوا ما رابطوش لذاك النيفو مي هي صراحه رابطنا لذاك النيفو النهار الاول باش عرفنا صراحه رابطنا لذاك النيفو سنعاود لكم هذاك السيد اللي تعاير فينا انا كنطلب من الناس كيتفرجوا فينا حاجه وحده هي ما تيقوش كل ما تيقوش حنا نستاهلوا داكشي اللي كطرا فينا دابا نستاهلوا ومضوب المره وجوج وثلاثه ما تيقوش اللي كيتقرا كلشي كذوب في كذوب من راه من كيبدا الفيديو حتى الاخر راه كلشي كذوب لا من فلوس لا من انا لا من اختي لا من امي لا من عائلتي كلشي تيكذب النهار الاول ديال القصه تعرفنا عليه تسلم انا عيطت ليه انا صراحه انا خصني نعصب انا عيطت جا دار الاشهار وداك الشيء درنا قهوه معاه بقى كيقول لينا بلي علاش ما نخطبش ايا كنقول ليه ايا ما مدبر راسهم نتوما محتاج بغيتي تزيد الشهر راه مزيان لك مي اون فا راه عارفه بلي راه هادشي راه مزوينش الكارير ديالك كنت باقا صغيره وكذا وكطلع انا اختي كنعتبرها بحال بنتي بغا مو حاجه نحيدها من عنده ونعطيها لها واي حاجه احتاجتها نعطيها لها ولا عائلتي راه انا كيبقاو عائلتي اونفا مي اونفا صافي وليت انا وكنتعصب سي فغي انا وليت كنتعصب حقيقه اللي ما بقاتش على لسان المتتبعين فقط ولكن ولات على لسان الاخ ديالها كيقول ان زعما داك المسار اللي سلكناه للشهره السريعه ما كانش هو هذاك وداكشي علاش حنا نستاهلو هادشي اللي راه يوقع وبلي هو السبب كيف ما قلت لكم وكيف ما حتى نتوما سمعتوا بالفيديو اللي عاد دابا شفتوه انه هو السبب باش تلقى رضا مع اختو وان هو وسختو بلي الا بغات تشهر في السعر غادي يكون مزيانه ولكن راه غادي يكونوا لي كونسيكونس ولا النتائج ماشي زوينين من موراه هاد اللايف من موراه غادي تطلع حتى ايا بواحد اللايف وغادي يتاكد من نفس الحاجه والله انتم اصلا عارفين اش كاين انا عارفه كيف تفهموا اصلا صح ما كنتش قادرة نزيد نكذب بدوني ما اصلا انا درية صغيرة ما عندي عقل انا اللي درتها جات معايا ما عندي عقل لما تقيد شرحي رحنا عارفين ايوا صافي من نتوما عارفين متشرفين هو اكبر كذاب على وجه الارض اقسم لكم بالله كيف ما شفتوا هادو دي لايف اللي كيداروا في تيك توك متتبعين ديالها كانوا كيصيفطوا لها كيقولوا لها حنا عارفين كل شيء وهي كتقول لهم وعلى سلامتكم ملي عارفين وكتقول بلي انا باقا صغيره اللومه على صحاب العقل يعني اللي كبار الشيء اللي قالوا رضا بلي هي باقا قاصر ولكن الام ديالها كتقول بلي هي عندها 19 عام ايا كتقول انا باقا صغيره ما عندي مخ ما خصكمش تلوموني ولكن خاص اللومه على اللي بعقلهم وبين شكون بغات تسمعني على من بغات تسمعني شي انا هذيك ايا الا كنت متفق معها الله يشطاطي تيديك السيده صافي كره دير امها وبيا ولا بيها يا ني نجي وحده بعلوكه باقا ما مسحتش حاشا وجهكم تابول ديانا الدمدمني انا الدمدمني انا اللي رايده ولد رايده ولد الشينويه سميتي تتهرس في الحجر ولكن ماشي مشكله بنتي ايا ماشي مشكل كل نهار غيتجبد لك دوسي كل نهار غيتجبد لك دوسي غير وجدي راسك اقسم بجلاله الرحمن وما اعطيتكم شغل راه دويت معكم خديجه وانا ما ندويش بزاف اما فلوسي رجعوا ليا اما عارفين نتوما شنو غندير وشنو غنفعل
زعما وصلوا بشي حوايج اللي نتوما عارفين شنو كاين. اللهم بلا فضيح بلا خوف ردوا لي ديالي الفلوس اللي عطيت لولدك باش يسجل ويحفظ، والفلوس اللي عطيت لبنتك حيت اصلا الدار لا ديال ولدها لا ديال بنتها ما مشجيش محضرين. شو الهضره بزاف غدا غنعاود لكم قصه اخرى غتصدموا راتي راه داكشي الخيال العلمي. غادي يربطوا احداث بام رضا شينويه اولا الملقبه بشيشي، وهي كتشطح وكيقولوا واحد لاباج طلعت هذا الفيديو وكتقول باللي هي فرحانه بسبب هذا الفراق. مهم انا صراحه ما لقيت حتى شي غولاسو ما بين هذا الشيء، يعني هي مالفه كتصور كتكون معروضه، ولكن واخا هكاك شوفوا الفيديو. رضا غادي يخرج بواحد ستوريات هو وخواتاته بجوج. صراحه كنعرف سميت غير عيشه، الاخرى ما كنعرف سميتها من حيث هي اللي كتبان معاه بزاف. وهنا فين غادي يوجهوني شان رساله ليها تفرخ بتاتي ما راه يشدو ما الصفريط غير ياكلوها. شوف بزين الفنون هذيك الفنون الصفريط واعده من هات من برك. نقول لك بغيت عطري بغيت البارفيوم عاودي لهم قصه الريحه لما نعطيتي الريحه. انا جبت شوفوا الناس، انا جبت لخويا رويح يعني شاريها بالشهوه لخويا. نطي السكاكريت سكاكريتي على خويا وديتي لي الريحه صبت عليا رديتي لنا ردي لنا روايحنا ودي لنا كاع داكشي اللي كان خويا ولا غناكلو. بغيتي ما تعواش ما نرد انا لي الشارفه العقيصه. يلا قولي شي كلمه العقيصه العقيصه ديال امها. ما ديك ما نتيش مع هذه المره كبيره. قولي البنت خاصني توجد ترجع لي راسها. خذي هذوك الخوات ما نعطيوهم خاتم مريم خواتم ب 8000 درهم 160000 ريال. الحلقات باقا طويله وباقي ما يدار وباقي ما يتقال وباقي ما غادي يخرجوا يهضروا. رضا صراحه بزال ما جاوب على ايه وخوها على داكشي اللي كيقولوا لا حقا هادشي غير كذوب. بورتون هما في الاول ديال غولاسيون كانوا يقولوا لا هادشي حقيقي. وترقبوا المسلسل الرمضاني اللي هو هذا عار هذا عار رديني يا دهاتي هذا عار هذا عار رديني يا دهاتي هذا عار. يوجدوا راسهم اقسم جلالة الرحمن الى سكت على حقي. هذه هي النهاية ديال الفيديو ديالنا. نشوفكم مرة أخرى في فيديو جديد. ما تنساوش تخليو لايك وسبسكرايب لاشين، ونشوفكم مرة أخرى في فيديو جديد موضوع جديد أو حلقة جديدة من نفس الفيلم.